تنزلي في القهوة قدام الناس تضحكي وترقصي. أرقص؟ أمال إيه؟ ما هو أنت لا أول من قتل ولا آخر من قتل. قومي 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 لبعدين الناس تاخد بالها وتعرف. يعرفوا إن أنا اللي قتلته؟ طبعًا. لكن ما تخافيش من حاجة أبدًا. أنا رقبتي فداكي. أصلك ما تعرفيش معزتك عندي قد إيه. أيوه. هو أخو الخال حبيبي. أكتر حاجة بارزة في الأفيش ده معنى العنوان بيقول نفسه، بيقول إن الأخو الخال ده جاي هدية من الحبيب، عشان كده حطه في رجليها فرحة ورمز على الوفاء. ده اللي بيقوله الأفيش. الأخو الخال، أخو الخال يعني شخاليل، يعني رنة. وقبل فيلم أخو الخال حبيبي ما يتم إنتاجه بأربع سنين كان في خلخال تاني كمان، رنة الخلخال، الفيلم الجريء اللي أخرجه محمود ذو الفقار. خلخال يعني واحدة ست جميلة تقدر تهز رجليها فتلفت أنظار الرجال وتعمل شخاليل، وخلخال يعني أفيش ونجوم كبار من طراز تحية كاريوكا ونعيم عاكف ورشدي أباظة. الحب يتلقي يا سي محسن. أما غريبة، أنا كنت حاسس بنفس الإحساس ده، لكن ما كنتش متصور أبدا من وردة زيك تتحط في الطين وما تتوسخش. ساعات ورقها البران يشيل عنها الوساخة وقلبها يفضل نضيف. خلخال حبيبي الأفيش ده اللي بيجمع بين رشدي أباظة ونعيم عاكف بيقول تعالوا شوفوا أبطال فيلم تمر حنة بيتقابلوا من جديد. فيلم خلخال حبيبي اتعرض أول عرض له كان في شم النسيم يوم 2 مايو سنة 1960 في سينما ريفولي. وبنقول يوم شم النسيم يعني الناس بتخرج وتحب تروح الجناين وساعات السينما. الألوان الأساسية على الأفيش هي الأحمر والأزرق. الألوان الطبيعية اللي على الأفيش مش ألوان طبيعية بالمرة. يا ساتر ليه؟ طبعا هو في حد شاف وجوه أبطاله ولا ملابسهم زرقاء؟ أبدا. لكن ده اللي احنا شايفينه. حتى الخلخال المفروض انه فضة فضة اتلون هنا بالأزرق. الشيء الطبيعي الوحيد هنا هو لون بشرة الساق اللي لابسه الخلخال، وفي الخلفية لون أحمر تقيل تقيل خالص. ما تخافيش، أنا أصلا أفهم فراخ كويس. مش باين. كان عندنا عيشة مليانة فراخ. وراحوا فين؟ انت لا شاطر، طب وريني شطارتك بقى لما يجي أدهم ويشوف يديك بالشكل ده. ولا يهمك، هيعمل إيه يعني؟ هيعمل إيه؟ هيذبحك بالسكين. يا خبر أسود، هو بيذبح. احنا عندنا 2 تصميم للأفيش. الأفيش اللي كان متعلق في الشوارع واللي اتغير مع مرور الزمن، ولازم نتكلم ونقول هي الأفيشات ليه بتتغير. لكن المهم هنا نقف عند غلاف دفتر الفيلم عليه الخلخال بارز، والأفيش بيقول إن البطلة الرئيسية راقصة طبعا من طراز تمر حنة بتاعة يا ولا. نعيمة عاكف، عشان كده اسم نعيمة عاكف الأول. لكن الفيلم ده تقريبا كان آخر بطولة لنعيمة عاكف، ولما الزمن مر وتغيرت حاجات كتير، أصحاب شركة التوزيع غيروا الأفيش وعملوا تصميم جديد، ولقوا إن اسم تحية كاريوكا ممكن يبيع أكتر، ودي ظاهرة مهمة لازم نقف عندها. اللي كان النجم على الأفيش النهاردة ممكن بكرة يتغير مكانه ويتغير الأفيش زي الزمن ما تغير. يعني الفيلم ده لما كان بيتعرض في سينمات الدرجة التانية بعد إنتاجه بسنوات اتحط اسم تحية كاريوكا الأول، ونزل نزل اسم نعيم عاكف تحت تحت دنيا دنيا. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عين شوفك بعيد، يا عين شوفك بعيد، وازاي غلبوك ومشيتي مع ناس بمعروفهم غلبوك وبتنظري لفوق، لكن بالذوق غلبوك صعبان علي. أنا في رأيي الشخصي إن أهم اسم في العمل ده كله مش موجود على الأفيش من بره. أيوه، أهم اسم هنا من ناحية الفن
مش النجوم، مع الاعتذار لأساميهم، لكن هو أمين يوسف غراب اللي كتب القصة والحوار واشترك في السيناريو. بنقول أمين يوسف غراب عشان هو اللي كتب الفيلم السابق اللي اسمه رنة الخلخال، ولما نجح الفيلم القديم سنة 55 قال وليه ما نرجعش تاني للخلخال، ويبقى خلخال حبيبي، أو يمكن رنة خلخال حبيبي، لكن مفيش علاقة خالص بين الفيلمين إلا كلمة الخلخال. يعني السينما طول عمرها بتحاول تستفيد من النجاح، وليه لأ؟ بعد رنة الخلخال يبقى خلخال حبيبي، وبعد ما رشدي أباظة ينجح مع نعيم عاكف يرجعوا يعملوا فيلم جديد. لكن لازم نقول إن السينما مخرج، ثم مخرج مش كاتب وبس، المخرج يقدر يعمل المعجزات. يعني في فرق كبير بين حسين فوزي وبين حسن رضا. حسين فوزي هو اللي اكتشف نعيم عاكف وعطاها روحه وفنه، وعملت معاه أهم أفلامهم مع بعض، لهاليبو، العيش والملح، فتاة السيرك، بحر الغرام، وتمر حلنا. وأول ما انفصلوا حياتيا وفنيا لهو عرف يشتغل من غيرها، وهي المسكينة فقدت روحها الفنية، بقت مجرد ممثلة، هو عمل أفلام ضعيفة ثم توقف عن الإخراج، وهي عملت بطولة في خلخال حبيبي، وبعدين كلها أدوار صغيرة، ومش هي خالص نعيمة اللي نعرفها. ده طبعا بالنسبة لنعيمة. نقدر نقول الكلام ده كمان بالنسبة لرشدي أباظة. رشدي أباظة حسن يا ولا في تمر حلة حاجة، ورشدي أباظة محسن في فيلم خلخال حبيبي حاجة تانية. يعني معلش ممكن نقول إننا قدام فيلم تايواني لأفلام تانية نجحت. لا رشدي أباظة متألق، ولا نعيمة، ولا أمين يوسف غراب. يا عين شوفك بعيد وإزاي غلابه، ومشيتي مع ناس بمعروفهم غلابه، وبتنظر الفوق لكن بالذوق غلابوكي. أول ما نشوف الأسامي على الأفيش ممكن نقرأ خريطة الفيلم على طول. عندنا رشدي وتحية ونعيمة، ويمكن دول طيبين، لكن كمان عندنا الشرير الأزلي في السينما دي. مين ده تقصده؟ محمود المليجي. محمود المليجي هو أدهم اللي قتل السواق أحمد وتوى جثمانه عشان محدش ياخد منه بهية، اللي بترقص في قهوة صغيرة على الطريق الزراعي. شوفوا قهوة على الطريق الزراعي، يبقى لازم تكون في رقاصة وبترقص وهي سبب الجريمة، والمفيولة بتدور، والفيلم حكايته بتستمر لما بيوصل محسن على الأفيش. اسمه ممثل الناس ما شافتوش كتير، لكنه كان ممثل مسرحي هايل، مات في سن صغيرة بعد ما قام بدور الوغد في فيلم الشموع السوداء. ده واحد من ثلاث أشقاء اشتغلوا في السينما، شكري سرحان وصلاح سرحان، وبعد كده سامي سرحان بعد ما أخوه توفى عام 63. صلاح سرحان كان اسمه محير، يمكن ثلاث أو أربع أفلام في السينما مش أكتر، لكن تاريخه كله في المسرح، وما فيش مسرحيات مسجلة باسمه عشان نشوفها. في الفيلم شفنا صلاح سرحان بيلعب دور العاشق الطيب اللي بيقدم لحبيبته الرقاصة خلخال، يعني خلخال حبيبي هنا يبقى الخلخال اللي جابه أحمد، يعني صلاح سرحان لحبيبته بهية، وعشان الهدية دي الخلخال اتقتل المسكين واختفى من الأحداث. هو ده الممثل، مرة مقتول ومرة وغد، كمان مقتول برضو زي ما اتقتل في الشموع السوداء. طبعا انت عارفة مين ده؟ أعرف. عرفتي ازاي؟ زي اي زبون بيجي القهوه. اخر مره شفتيه امتى؟ مش فاكره. كان بالنهار ولا بالليل؟ برضو مش فاكره. بهية افتكري كويس، كان بالنهار ولا بالليل؟ مش فاكره. هي يا اخويا فاكره كلت ايه امبارح؟ قلت لك اخرسي. خرسنا. بهية كان بالنهار ولا بالليل؟ اظن بالليل. كده تعجبيني، انت باين عليكي لطيفه وبلال. قولي لي يا بهية، طبعا هو كان بيستلطف مش كده؟ واللي يستلطف واحدة لازم يهتم بيها، يجي لها القهوة وينقطها وهي بترقص ويجيب لها هدية حلوة. ما جابليش حاجة. افتكر. ابدا ما جابليش حاجة. جابلك، انا متأكد. جابلي ايه؟ انا عارف كويس قوي ايه اللي جابهولي. لو شفنا طقم الفنيين من الفيلم
مش هنلاقي حاجة جديدة بارزة. لكن لو شفنا الممثلين اللي قاموا بأدوار تانية وتالتة هنشوف اسم واحد بس برز بعد كده، المعلم محمد رضا. رضا بونت اللي غير معالم النجومية بعد سنوات، وهو بيقوم بدور البطولة في أفلام كتيرة. يعني نجم النهاردة هينطفي بكرة. الاسم الصغير ممكن بعد سنة ولا خمسة يبقى نجم اسمه كبير كبير على الأفيش.